فيما يتعلق بالولايات المتأرجحة، هل يعني هناك خشية حقيقية من أن يرفض دونالد ترامب الهزيمة كما يقال؟ هذا سيناريو اليوم الموالي الذي تطرح بشأنه الكثير من الأسئلة. هناك اعتقاد واسع لدى قاعدة واسعة جدا من الأمريكيين ولدى الديمقراطيين بالخاص، وحتى الرئيس بايدن يشكل جزء من هذه المجموعة التي تؤمن أن الرئيس السابق عادة، وقد أظهر هذا في أكثر من مناسبة، أولا لأنه حتى هذه اللحظة ورغم مرور 4 سنوات كاملة لازال يرفض الاعتراف بالهزيمة في نتائج انتخابات 2020، هذا في جانب. وفي جانب آخر هو إلى غاية الآن لم يقل علنا وتأكيدا وتصريحا أيضا بأنه سوف يقبل الهزيمة في حالة حدوثها، لازال يقول هو وأنصاره وحتى المرشح على بطاقته الجمهورية السيناتور جيدي فانس حتى هذه اللحظة هو أيضا في هذا السياق، ما يقول به كثير من الأمريكيين وكما تظهره استطلاعات الرأي أن هناك تخوف جاد من أن ينتهي الأمر إلى ذلك السيناريو الذي كان قد حدث منذ 4 سنوات عندما رفض الرئيس السابق الإقرار بالهزيمة وانتهى سيناريو الأحداث إلى تلك المآسي التي كان منها أولا سؤال ذلك سؤال المسلسل القضائي والقانوني الطويل جدا الذي شهدته وصولا إلى الهجمات على مبنى الكابيتول. نعم. هل هي سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقارب النتائج بهذا الشكل الواضح في الولايات المتحدة ما بين المرشحين؟ الموجود حتى هذه اللحظة لا توجد نتائج، المتقارب حتى هذه اللحظة هي استطلاعات الرأي. هذا واحد من السباقات، طبيعي جدا تاريخيا أن تكون هناك استطلاعات الرأي متقاربة. تاريخيا أيضا من الصعوبة التكهن على الأقل قبل أسبوع من موعد الانتخابات بفائز محدد، ولكن ما زاد الأمر تعقيدا إذا أذنت لي هو الإشارة إلى ذلك السيناريو الذي كان حدث قبل 8 سنوات وتحديدا عند منافسة هيلاري كلينتون للرئيس السابق دونالد ترامب. كل استطلاعات الرأي وقتها كانت تشير إلى ذلك التقدم المريح الذي كانت المرشحة الديمقراطية وقتها تحققه، وثبت في الأخير أن كل استطلاعات الرأي كانت خاطئة، لأن من كانت تتقدم في جميع استطلاعات الرأي هي التي خسرت الانتخابات، ومن كان يتأخر فيها هو الذي فاز في نهاية الانتخابات.